قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وأول نلتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعد مولانا الكريم. والقرآن ربيع قلبي يفهمني دوما في تسليم في كل وقت أتلوه أن يرضى ربي. كتاب الله جل جلاله طلبت من المولى يزني من الحفظ فيا رب نجينا ونجي والدينا ونجي شيوخنا من الشر والبلاء. ختمت كتاب الله جل